أنا اللي بشوفك لما بتنطي للسقف لما بيطلع لك عنكبوت. حلوين. ان شاء الله تكونوا مبسوطين. اليوم هيك حابين نعمل لكم فيديو منه هيك بنتعرف يعني بتتعرفوا علي انا اكثر وبنشوف مين بيعرفني اكثر بين كرم وسامر. انتوا مين بتتوقعوا بيعرفني اكثر؟ صراحه يعني بين بعضكم مين بتتوقعوا بيعرفني اكثر؟ انا بتوقع على حسب الاسئله. انا بتوقع انه الكسبان سامر. انا حضرت 11 سؤال واول واحد للسته بيربح من 11 يا 6 من 11 اول واحد بيوصل لستة بيربح. اوكي ف اللي بيخسر بده ياكل شيء حد كثير كثير سبايسي كثير كثير خبيصه حده حبيب قلبي. طيب اوكي جود بس هي بس ما كثير فير لانه انت بتاكل سبايسي وكرم ما بياكل هذا عمر واحد والرب واحد. اوكي تمام اوكي ماشي. أنا حضرت الأسئلة إنه يعني ببلشوا سهلين المفروض وبعدين بيصير أصعب. حلو. وبعدين ححط السكور. أوكي وللعدل أنا كاتبة هون أجوبتي أوريدي هيك يعني ما بقدر غير وما بقدر يكون في تحيز. أوكي أول سؤال. السؤال لغير الله مزلنا. شو لوني المفضل؟ خلصتوا؟ yeah. شو كتبتوا؟ أنا كتبت green. أوكي أخضر green. يعني. أوكي برافو أنتوا اثنين صح. لوني المفضل هو الأخضر. شو أكثر أكل اللي أنا بحبه؟ أوكي شو؟ أنا باستا. صعبين شوي إن شاء الله حرام. أوكي احترمينا شوي. هلا صار اثنين. شو هو حيواني المفضل؟ صعبناها على سامر. صعبين شوي إن شاء الله حرام. كرم شو كتبت؟ برافو كرم. اوكي ولا مره حكينا بهالموضوع لسه. هداك اليوم كنا عم نحكي عن لحصني ما شفت لي سيرة انه افضل. بس دائما بقول لك انه جاء على بالي اتعلم ركوب الخيل واني بحب الحصان. ايه طيب وبتحبي الكلب بتحبي القطه وبتحبي كل الشغلات. بس الحصان هو المفضل يشرف نومك. شو هو فيلمي المفضل لديزني لما كنت صغير؟ ايه خلصتوا؟ يب. اوكي شو هو سامي شو عم تكتب جريدة؟ بيوتي اند ذا بيست. بيوتي اند ذا بيست. هلا النقط 3 لسامر 4 لكرم. ماشي السؤال اللي بعده. اوكي هذا بيضحك شوي. لو كان حينحط علي شو اسمه بالعربي الورنينج ليبل يعني علامة تحذير. تحذير. اوكي شو بيكون التحذير علي؟ لو انا علي تحذير شو يعني شو السؤال هذا؟ يعني لو من جايبه السؤال يعني warning sign يعني؟ اي لو انا علي warning label شو بينحط علي؟ شو هو الشيء التحذير اللي بينحط علي لو كان انا علي؟ لقيته على النت هذا الصراحه. شو كتبت؟ انا كتبت شو كتبت؟ انا كتبت عذرا يمكن العربي تبعي انا قلت قابل للانفجار. او ماي جاد اكسبلوسيف. اوكي انت انجري. اوكي انا كتبت انجري وان هانجري. ايه انا كتبت انه الابتعاد اذا جوعاني ستي اواي وان هانجري. سو بتنعد النقطه لسامر. برافو سامر لانه بيعرف لما بجوع بعصب. اوكي شو اكثر شيء بخاف منه؟ اوه سهله هاي. لا بس انت بتخافي من شغلات كثير. نو اوكي انا حاخذ استنى سامر شو كتبت؟ استنى انا انسكس كرم انسكس لانه كلهم بشكل عام بالضبط. ايه بس انت قلتي اكثر شيء بخاف منه صدقني كله اكثر شيء بخافي منه السبايدرز انسكتس كاتبي كل شيء حشره كاتبي كل شيء يتحرك البنت كاتبي انسكتس اهي والله عليه الحشرات مكتوب انسكتس. انت قلتي اكثر شيء اكثر شيء شيء لا شيء اكثر شيء شيء هو كلهم على بعضهم شيء شي. اكتبوا لنا بالكومنت اذا مع الحشرات لا. طيب. ما حبيت يه. اوكي لا شو كانت أول وظيفة إلي؟ وين كانت أول وظيفة إليك يا منى؟
عم بجرب. شو كتبتوا؟ نفس التجربة. شو كتبتوا؟ نحن تنكتب لغوي. غلط، كان في وظيفتين قبلها. شو؟ والوظيفة الأولى هي opinion search، كنت أعمل survey على التليفون. يعني استطلاعات للرأي، استطلاعات للناس وما يردوا علي، وكان أكره وظيفة عملتها في حياتي. بالضبط. بس ملاحظة، أنا هلأ يعني نقطة أنت خمسة وكرم أنا أربعة. كرم خمسة وسامر أربعة. يعني أنت لازم هلأ ما تخسر. نقي لكم واحد يكون هيك أوكي. لو يعني ما كنت بدي أشتغل للمصاري، يعني لو المصاري ما أنا مشكلي، ما عم نشتغل لنعيش، شو هو الشيء اللي بتمنى أني أعمله؟ أنا كتبت artist painter. يا وأنا كتبت painter. برافو، أنتوا اثنين صح. يس. اكتبوا لنا بالكومنتس إذا عجبكم الطريقة اللي يربح فيها، لأنه هاي قصة هذا الإنسكت. طيب بدكم سؤال كمان؟ ممكن سؤال كمان؟ أعطيني بونس للضمير هذا. يعني؟ إيه للضمير، لأنه أوكي بس حبيت. يعني أنا كسبان، بس إنه لا يعني طيب أوكي أوكي كتر خيرك والله. مين هي الشخصية المشهورة اللي بحب إني روح أشرب معها فنجان قهوة؟ إن أنا مش واثق كثير بالجواب. واو. كتبت أوبرا وعمرو دياب. كتبت أوبرا. أوبرا. أوكي أوبرا صح. فزت مرة تانية. يعني حتى فرصتك إنك تكسب ما 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 قدرت تستغلها. للأسف هلا رح تاكل سبايسي. خسرت فاين. إيه؟ بس مالي مقتنع. ليش؟ بس أوكي، لأنه أنا اللي بشوفك لما بتنطي للسقف لما بيطلع لك عنكبوت. هون عفوا لك. أعطيناك فرصة ترجع تكسب وخسرت، كل ما عم تجادل كل ما يكون الوضع حر أكثر. روح قوي، روح قوي. يلا روح يا سعدي روح يا سعدي. أنا كنت متوقع أنت تربح على فكرة. ما أنا كنت ربحت لو ما كان فيه السؤال اللي تعرفني. روح بس عطيتكم سؤال أكسترا وأنت خسرت. روحي ما في لا أكسترا ولا شيء. شايفين شو الحكي هذا؟ هاي ما تركت شيء سبايسي بالبيت. ما تركت شيء سبايسي. هاي بس عارفي شو هاي؟ هذا فرانكس. فرانكس. هوت صوص. عمو فرانكس. سيراتشا صوص. أوه ماي جاد. هلا هاي اسمه ماري شاربس. وهلا هذا أخضر شكله حلو. ما بدنا كتير نزوده. وهاي سموكين. ممتاز. لا. ممتاز كتير منيح. وهلا مثل ما يقولوا ختامها مسك، هذا زيت. هذا زيت حار. بس انتبه. هذا كتير سبايسي. واكيد طبعا اخر لمسه البهارات. نو واكيد حتكون كيان. كيان هلا كيف حياكلهم؟ مش حياخذها هيك حرام. حقنا. هات يلا. اوه ماي جاد. شو بده يطلع معك؟ شممني. صح. نو دعولي. اوه ماي جاد. نو ايوه. نو المي مش حتفيد على فكره. كان بدك حليب. كان بدك حليب. ادانيك صاروا حمر. يس. اوه حبيبي. هذا اللي ما بيعرف مرته هيك بيصير فيه. ان شاء الله يكون عجبكم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة ومنشوفكم بالفيديو الجاي. الله برافو عليك. باي. ready ايه اوكي 3-2-1 go. واو مساء الخير يا حلوين. والله I wasn't perfect. اوكي مساء الخير يا حلوين. الفيلم كله بلوبرز. يلا